السلام عليكم. هلا عيني يا هلا. هلا مرحبا. على افتتاح منطقه الغابات. الله يبارك فيكم. يعني فرحانين؟ اي والله الحمد لله والشكر. ايش صار لك مجاعه الغابات؟ والله صار لي اكثر من الربيع. زين شلون اشوف الخدمات هسه بالغابات؟ والله ماكو كل شيء، بس هم كم ابو كازينو هو بده يعمر ابو كازينو. يعني كم كازينو هسه مفتوحه صحيح؟ يعني ان شاء الله للعيد مفتحين كلهم. ان شاء الله. زين شلون يعني الشوارع هسه نظيفه؟ نظيفه، شوف هسه الشباب بده ينظفون، بده يصبغون بالارصفه. شلون تعامل القوات الامنيه؟ والله ما شاء الله عليهم. صادفتكم اي معوقات؟ ابد ابد ابد. يا والله السلام عليكم، هلا بالشباب، الف هلا بيكم. فرحانين انتم؟ الحمد لله والشكر. يا حبيبي شلونك؟ الحمد لله بيك. هاني انت فرحان هسه بالغابات؟ ان شاء الله. شو ما فرحان؟ ايش صار لك ما جاي على الغابات؟ والله من زمان قبل ما كان داعش انا ما جاي. بوك الداعش ما جيت؟ لا ما جيت. وهسه انت فرحان مو صحيح؟ اي طبعا. يلا منكم الف مبروك ان شاء الله. هالعيد لك ان شاء الله. ان شاء الله. يعني عمون راح تجي بالعيد؟ ان شاء الله ان شاء الله. ونشكر الموصليه وكادرها كلكم، ما قصرتم بالمعارك بالافراح بكل شيء. السلام عليكم. قصرك ما جاي على الغابات؟ صار لنا 3 سنوات. 3 سنوات؟ زين هسه انتم فرحانين؟ طبعا فرحانين. فتحت الغابات؟ طبعا. زين راح تعيدوني ان شاء الله؟ ان شاء الله. شو يقولون القوات الامنيه اللي فتحوا لكم الغابات و الله يبارك بجهودهم؟ يقولون يعني الشوارع مفتوحه. الله يبارك بجهودهم. راجعين من الشغل شفنا السيارات جايه من الغابات، طبينا سوينا فر بيها. يعني جيت مفاجاه انت شفتها مفتوحه؟ فجاه شفناها مفتوحه. راح تعيدوني ان شاء الله نجيبون عوائلكم؟ ان شاء الله بحضوركم. السلام عليكم. وعليكم السلام. فرحانين هسه بالغابات؟ الحمد لله فرحانين، ونشكر القوات الامنيه على تحريرها، ونشكر طيران الجيش العراقي، والحمد لله مرتاحين. راح تعيدون ان شاء الله بالغابات؟ ان شاء الله نعايدين. راح تجيبون عوائلكم؟ نجيب عوائلنا هنا ان شاء الله. ان شاء الله الله ان شاء الله تفتح، وان شاء الله نرجع العيد وفرحانين بيها، ونريد بالعالم يعني تجي بعد اكثر واكثر. الطريق ترى انفتح وما مسدود، وهاي العالم يعني تجي، ونريد يعني على العيد همينا العالم تتواجد هنا، والقازينوات ما شاء الله راح تفتح، وهذه ان شاء الله خير. زين شلون اشوف الخدمات هنا بالغابات؟ والله اليوم انا من الصبح هنا، يعني عندنا شغل هنا بالغابات، وشفنا البلديه عاد تشتغل، وشفنا الكهرباء. هسه نظيف الغابات مو صحيح؟ اي لا، اليوم الصبح صار لهم يومين ثلاث ايام ينظفون. نقول اليوم الغابات جاهزه لافتتاحها بالعيد. اكيد اكيد اكيد، شفنا القازينوات كامله وهذه، وما وصلها اليوم، وصل ماي، واهل الكهرباء يشتغل، وابو البلديه يشتغل، طرق مفتوحه مو طرق مفتوحه، وهاي هسه احنا بالغابات وجاي الافطار. وهاي من فتوا شلون تعامل القوات الامنيه وياكم؟ والله كلش زين. ماكو سيطرات؟ لا 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 لا، ماكو اي سيطرات، ومتواجدين وماكو اي شيء الحمد لله. يعني راح تجيبون عوائلكم هنا بالغابات؟ ان شاء الله. شلون نجي على العيد وهاي الغابات هذه؟ فالغابات هاي صارت كنا بحصرتها، بس عاد الريد رجعتها والحمد لله رجعت. ما جاي على الغابات؟ والله صار لي 3 سنين. والله جايين سياحه ما شاء الله نفتر هنا. اي والله. يعني يوم تجي سياحه؟ اي والله. ايش قصرك ما جاي على الغابات؟ والله من قبل داعش. وشلون اشوف الغابات هسه؟ والله ما شاء الله خير من الله، جاي يشتغلون الجماعه وتنظيفات، والله يجزاهم خير ان شاء الله ويرحم والديهم. فرحانين انتم فتحتوا منطقه الغابات؟ الحمد لله الحمد لله. ليش ما يعني ليش ما نفرح؟ صحيح؟ اي نعم. زين راح تشتغل تاكسي هنا بالغابات وين؟ ان شاء الله. والله يا قفنا يم الجسر واطلع ما شاء الله فايت قشق. ما راح تستغل الكراوي؟ ها؟ لا والله ما جاي استغل الكراوي، حيل مستاهل ويا الناس. زين الغابات هسه شلون تشوف يعني الخدمات بيها؟ والله ما شاء الله فول. الحمد لله. الحمد لله فول. شلون تعامل القوات الامنيه وياكم؟ والله ما شاء الله. ما صادفك معوقات شيء من فتت من السيطره؟ لا لا ابد مستحيل، ولا وقفوا احد ولا حكوا ويا اي احد. نشكر الجهود اللي ساهمت في اعاده افتتاح منطقه الغابات. طبعا احنا اصحاب الكازينوات بلشنا يعني نعمل اعاده تاهيل وتنظيف الكازينوات، افتتاحها ان شاء الله بايام العيد الاضحى ان شاء الله. زين الكازينوات مالكم يعني انت مستعدين للسواح اللي راح تجي للغابات؟ والله ان شاء الله، بس تعرف الفتره هسه حاليا فتره قصيره، قدر الامكان نحاول انه ان شاء الله نستوعب يعني ونقدم. يعني راح تستقبلون كافه السواح اللي راح؟ ان شاء الله ان شاء الله. زين من دخلت منطقه الغابات ما صادفتكم اي معوقات؟ شلون تعامل القوات الامنيه وياكم؟ والله التعامل يعني جيد، البارحه كان ممنوع دخول السيارات، اليوم سمحوا لنا بدخول السيارات والحمد لله يعني. زين شنو شعورك بتحرير منطقه تلفر؟ والله الحمد لله ان شاء الله يكمل باقي تحرير العراق ومن دنس العصابات الاجراميه
داعش ويعم الأمن والسلام على كافة ربوع العراق إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. يعني شنو شعورك بالقوات الأمنية للحرارة والعفور؟ والله شعور جيد، بارك الله بيهم والله ينصرهم والله يقويهم. زين ايش شعورك هسه انتم بالغابات؟ والله انا بصاحب قازينو، شعور طيب طبعا، ونشكرهم على فتحة الغابات.